شكرا. بنقول مرحبا يا أصدقائي. رسائل اليوم فيها إشي كتير بفرح، فيها إشي كتير بقهر، فيها عتاب، فيها كتير أشياء، يعني فيها كتير مشاعر. رسالة من شريك حياتك رح توصلك حسب برجك. كيف يعني مثلا حابب شكل الرسالة اللي حابب تجيك من شريك حياتك أو بتتمنى إنها توصلك؟ برج الحمل، احتمال شريك حياتك يبعث لك رسالة يكتب لك فيها أو يحكي لك فيها إنه بعرف كتير منيح إنك أنت يا حمل ما بتتقبل الحكي كتير حتى لو كان صح، لكن أنت بتحب الكلمات القليلة والبسيطة والمختصرة، يعني الكلام ما قل ودل، هيك بحب الحمل. وبقول لك كمان بالرسالة شريك حياتك في كتير شغلات بتفكر فيها بس ما بتحب تشارك حدا بأفكارك، بس أنا جنبك بأي لحظة لو احتجتني بتلاقيني ورح أساعدك بأي شيء أنت بدك إياه، وبعرف أني سيء أحياناً بالتعبير عن مشاعري لكن بالطريقة الغلط، لكن رح أحاول أعدل طريقة تعبيري عن مشاعري. الله عليك، يعني يعني يا حمل ما ضل إشي حدا يكتب لك كاب رسالة أكتر من هيك، ملكاش يعني ملكاش عذر. برج التور، على فكرة أنا بشمل امرأة أو رجل، برج التور رح تجيك رسالة ينكتب فيها ليش بتحب تضل لحالك وتنعزل يا تور؟ أنا بحس أحياناً أني أنا مش موجودة بحياتك وما بلاقي ما بلاقيك عفواً لأحكي معك أو حتى أشاركك أشياء بتصير بنهاري. طيب بتعرف أني أنا بحبك وما بعرف كيف الطريقة اللي بدي أعبر فيها لإلك عن حبي أو عن مشاعري، ممكن أنك تسمعني بقلبك وتخفف أنك تسمعني شوي بعقلك، تبطل شوي واقع. يعني أنا كتير بحاجة أني أقعد معك وأحكي معك. يا الله ما أحلى رسالة. أنا المحل برج التور دغري بروح بحكي مع الشخص اللي بعت لي هذا المسج. الجوزاء، شو الرسالة اللي رح توصلك؟ شو عم بصير معك؟ شو سبب انفعالاتك كلياتها هاي المفاجئة؟ صاير معك إشي ضايقك؟ أنا ضايقتك؟ ما بدك تخبرني عنه؟ في إشي صاير معك وما بدك تحكي لي عنه؟ أنا جنبك وبفهمك على فكرة، بس خبرني شو اللي عم بصير معك؟ خليك طيب القلب مثل ما عرفتك من قبل، وخليك حنون ولا تتغير علي، لأن أنا بدي إياك تضل معي للأبد. السرطان، شو الرسالة اللي رح تجيك؟ أرجوك افهم إني أنا بحبك كتير ومش لاقية بصيغة بنت، ومش لاقي طريقة أحسسك فيها بالأمان. كيف بدك يا سرطان أحسسك بالأمان؟ بدي منك تهدى شوي وتفهمني كيف ممكن أخلي قلبك يطمن وتوثق فيي. أنا دائما جنبك ومستحيل أتخلى عنك، دائما أنت أولى أولوياتي بحياتي، وثق فيي ما رح أخزلك، وعد. لا سرطان، إذا إجت رسالة زي هيك أنا متأكدة فورا خلاص رح يفك الحصار. الأسد، حاولت كتير وأكتر من مرة أفهم شو مالك وشو اللي مزعلك، بس ما عم بلاقي سبب واضح ورح أضل أحاول، بس أنا بلشت أحس أن عم بفقد الأمل معك وما بعرف سبب برودك ولا في أي دليل لا أو أي إشي ملموس لحتى أفهم شو سبب برودك وعنادك معي. بتمنى تعيد حساباتك بعلاقتنا، وبس تطلع معك نتيجة ممكن تعطيني إياها؟ ممكن. العذراء، ما بعرف رح يجيك مسج ينكتب فيه، ما بعرف كيف أتعامل معك، أنت حدا صعب التفاهم معه كتير. شو كمان؟ وتفكيرك جدا غريب، أوقات بحسك ما بتفكر غير بحالك وأنا ما إلي ولا أي إشي بحياتك، وأحيانا بحس إني أنا كل حياتك. يعني أنا صراحة واقف بالمنتصف مش فاهمة أنا كل حياتك ولا أنا ولا إشي، فممكن تفهمني لوين نوصل؟ بتمنى تتغير للأحسن لأقدر أكمل معك العلاقة وأحكي معك بطريقة تكون عقلانية أكتر ونلاقي حل. رح تلاقوا حل مع العذراء. خلينا نشوف الميزان. الميزان، شو المسج اللي رح يجيك؟
تمنيت جد انه نكمل بالعلاقة. معلش بدي اعطس. لا خلاص راحت. الميزان. تمنيت جد انه نكمل بالعلاقة بدون مزاجيتك المفرطة. احيانا جد حبيت وجودك بحياتي وجنبي كتير، بحب أسلوبك معي بالحكي وكيف تسمعني، أنا كتير بستمتع بالحديث معك يا الميزان، بس ما بعرف شو سبب تغيرك أحياناً مفاجئ، وما بعرف كيف أتعامل معك حتى، بتمنى تتقرب مني أكتر وتراعي مشاعري لحتى أقدر أعرف كيف أتواصل معك وبأي طريقة. العقرب، كيف شكل المسج اللي رح يجيك؟ المسج رح يجيك أقول لك تعا جنبي، تعال هون، أقعد هون، أقعد عندي، احكي لي شو بدك وشو مضايقك وشو ناقصك، كمان شو عبالك تحكي، أي إشي بخطر بعبالك احكي بدون ما ترتب حكي ولا تصفت كلام. أنا جنبك ما تخاف وما رح أخذلك، رح أضل معك ورح أضحي عشانك لأني بحبك، بدي أضل معك، ما بدي زعلك، ما بدي أزعلك، بس أنا بدي أسعدك، أوثق فيا. القوس، كتير بحب الحكي معك جد من كل قلبي، وبحب طريقتك كيف بتقابلني بالحكي والمواضيع، بس في تصرفات بتعملها من وراي كتير بتضايقني، كتير بتوجعني، أوقات أنا بكشفها لحالي بدون قصد. أبصر شو عامل القوس. بدون قصد بتكون أشياء بتزعجني، تيجي أنت بتحاول بس أسألك عنها، بتحاول أنك أنت تقنعني بس أنا داخلياً مش مقتنع باللي بتحكي. يا ريت، بتمنى منك كمان أنك تعطيني شوي من مشاعرك وتراعيني وما تعمل الأشياء اللي بتضايقني من ورا ظهري. الجدي، أنا بقدر انشغالك وتعبك ومجهودك اللي بتبذله لأنك عم بتدور على الاستقرار طول الوقت، وأحياناً هذا الاستقرار أنا متأكدة فيه جزء منه عشان حياتنا، وبعرف إنك حدا جداً جدي وما بتلعب بمشاعري. واو والله رائع جدي. وبعرف انشغالك بالشغل وما بتكذب علي، بعرف إنك أنت بتكون مشغول عن جد وما بتكذب علي بأنك مشغول، بس بدي منك تلتفت لي شوي، طلع فيي شوي، أعطيني شوي من الحب والرومانسية والعواطف، خلي موضوع الجدية مش دائما يكون موجود بحياتنا، شاركني نهارك وشو بتعمل فيه. الدلو، شو مالك؟ وشو صاير معك؟ ممكن تخبرني؟ شو عم بيدور براسك؟ ممكن أنا أساعدك على فكرة، أرجوك احكي معي ولو شوي، أنا ما بدي أخسرك، على الأقل راعي مشاعري وخليك أنت معي بنفسية حلوة، وما تكون دائماً معصب ومزاجي، ممكن تفهم علي. وأخيراً آخر مسج للحوت، شو بيحكي الحوت أو شو إجا مسج عفواً الحوت؟ بعتذر على صوت العالي عليك اليوم والكلام القاسي اللي طلع مني وسوء الفهم اللي صار بيننا، وبعتذر على كل تصرفاتي البشعة اللي ما كنت بدي أعملها أصلاً، أنا بدي نرجع مثل أول سوا، أنا عم بمر هلأ بفترة كتير صعبة وبدي إياك تكون جنبي، بس أنا الفترة الصعبة اللي مريت فيها هي اللي خلتني أكون عصبية أو عصبي وأرفع صوتي عليك. شو حلوين الرسائل، كلهم مشاعر، كلهم أغلبهم اعتذار أو عتاب أو يعني ما بدهم إنه يقطعوا العلاقة، شيء رائع. أي حدا حابب يبعت أي مسج لشريك حياته أو شريكة حياته يبعتها بطريقة جبر الخاطر اللي هو حابب ينجبر فيها، كيف أنت بنجبر خاطرك؟ اجبر خاطر الشريك بالمسج، عاتبه بالطريقة اللي أنت بتحب تتعاتب فيها، ما تحاول تقلل من قيمته أو تقلل من احترامه أو أنك مش عم بتحسس أنه له مكان عندك، ابعت المسج مثل أنت المسج الحابب يوصلك. بهيك نكون انهينا فقرة الأبراج اليوم، خفيفة لطيفة مليانة حب. شوفكم فقرات الجاي. إلى اللقاء يا أصدقاء.